يا رب يا الله يا رب. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم في وقفه انسانيه جديده من برنامج وقفات انسانيه. اعزائي، وقفتنا اليوم من منطقه القطيع في كريتر. طبعا هنا في هذه المنطقه لقى لنا احد الشباب، طبعا احد شباب المقاومين في عدن الذين خرجوا للدفاع عن مدينه عدن وعن ابناء هذه المدينه. هو لقى لنا لبرنامج وقفات انسانيه، حابب يكون له وقفه انسانيه في هذا البرنامج. طبعا هو اسمه فواز. تعالوا نتعرف على فواز وايش ظروف فواز وكيف ممكن نساعده، كيف ممكن تكون لنا وقفة إنسانية معه. تعالوا بنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. أنا عليك. كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل. مشاهدينا، نحن الآن في منزل الأخ فواز محلوي، طبعا نريد نتعرف عليه وعلى أسرته الصغيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عرفنا بك يعني. أنا فواز. من؟ فواز محلوي، متزوج ومعي 2 أولاد، والآن عمري تعديت يمكن 43 سنة، ولا وظيفة ولا أي حاجة. درست كملت دراستي في عام 1992 وقدمت الخدمة العسكرية، ولما الآن أنا بلا وظيفة. من 92 إلى الآن بلا وظيفة. بلا وظيفة، وقدمت الفرصة حق المقاومة. أنت كنت من الشباب الذين يعني خرجوا للدفاع عن عدن في 2015. أيوة، خرجنا. إحنا من منطقة القطيع معروفة، المنطقة الوحيدة اللي وقع فيها المعركة هي القطيع. والحمد لله يعني قاتلنا حرنا، مش أشقين الوظيفة ولا أي حاجة، من أجل أرض الجنوب وأرض ديننا وأرضنا. بس ما دام أتاحت فرصة أن الناس تترقم، أنا ما ترقمش. طبعا مش أنا الوحيد، يقول بعض الشباب من بدات أبناء عدن اللي عدوا 40 سنة ما رقموهمش. في مناطق تانية أكبر من عمارنا أترقمت، لهم وصايط، لهم ظهور، وكان العنصر الترقيم العسكري رفضوا يرقموكم، وكان السبب أنه سنكم تعدى 40 سنة. أيوة. أنت ومجموعة. أنا ومجموعة من أبناء عدن، لكن في الوقت اللي فيه ناس آخرين رقموهم. من أكبر يعني سن مني عدو. والسبب؟ سبب يعني العنصرية، واحد الظهر الوسائط، وساطات يعني. وساطات، واحد له أهله. أنا طيب القلت. فواز متزوج من متى يعني؟ متزوج لي 17 سنة. 17 سنة. كم معك أولاد؟ معي 2 الحمد لله. ما شاء الله. من هم؟ عبد الرحمن الكبير، والصغير هذا يونس. هذا يونس. هذا البطل يونس. عبد الرحمن كم عمره؟ عمره يمكن 16. يونس كم عمره؟ كم؟ 7. سبع. يو كبير ما شاء الله. درس يونس؟ أول. سنة كم؟ أول. سنة أول. شاطر ولا لا؟ أول شاطر. كم تيجي بالمعدل؟ كلهم وافي، بس اللي لقت علامة. بس علامة. شاطر أنت، شاطر ما شاء الله. 99 ما شاء الله عليك. إيش بتحب تكون لما بتكبر؟ لما تكبر إيش تحب تكون يعني؟ إيش بتوظف؟ إيش بتشتغل؟ طيار. طيار حربي ولا مدني؟ مدني. مدني. يا حياتي إن شاء الله. تحب؟ انت تحب بابا؟ ايوه. تحب بابا كثير؟ تحب بابا كثير؟ ايوه. والله؟ والله. قول له كده انا احبك يا بابا. انا احبك يا بابا. يا حياتي انت، يا قلبي انت، ما شاء الله عليك. طيب، انت معك 2 من الاولاد، معك زوجة. يعني كيف انت طالب منك بلا عمل من 92، كيف تشتغل وكيف يعني كيف تقضي احتياجات اسرتك؟ يعني يا شيخ، اولا الله يرزق النملة داخل حجرتها. اتقلب بالبحر، اتقلب هنا، اشتغل نجارة. تروح البحر تصطاد؟ اصطاد في البحر. ايوه، اجي اوقات الحين لي شهرين ما فيش طلب رزق في البحر، اشتغل لي مهنه النجاره. اشتغل بالنجاره؟ النجاره كان اشتغل ورشه، صاحب ورشه قفل. انت خريج معهد مهني، قلت لي معهد مهني. ايوه. تخصص ايش؟ الكترونيات. الكترونيات. وكيف يعني اصبحت نجار؟ جلست فتره بلا عمل. ايوه، ما فيش الا امسك لي مهنه بدي اطلب من الله في بعيش. معنى النجاره بالتحديد؟ النجاره مهنه اجدادي. مهنه اجدادك؟ اجدادي. اكبر ورش هنا تعلموا على ورشتنا احنا جدي.
يعني الآن في ورشة في القطيع بعائلتك يعني باسم عائلتك؟ أول جدي الله قديم يعني في القديم من أولين، وجدي عبد محلوي من المؤسسين 11 نفر اللي قالوا عدن للعدانية، يمكن سمعتي على هذا التاريخ، وهم عبد محلوي واحد منهم. أيوة أبناء عدن الأصل يعني. أبناء عدن الأصل نعم. وكانت مهنة أجدادك ويعني والوالد كمان كان نجار؟ لا الوالد اشتغل في السياحة، أبي كان في السياحة، لكن مهنة الأجداد كانت نجارة. فأنت يعني رحت إلى مهنة الأجداد يعني. درست وتعلمت، كيف تعلمت النجارة؟ اشتغلت في ورشة حق ابن عمي وتعلمت على يده. إن شاء الله. سنة كم؟ يمكن لما أنا جيت من عمان في 96-97. أنت سافرت عمان؟ سافرت، شاركت في حرب 94. شاركت في حرب 94 ما شاء الله. صغير. وخرجت مع الجماعة مجموعة. وهربت إلى عمان. مع المجموعة إلى عمان. وجيت جلست فترة ما فيش عمل، بعد ما صلحنا عفو عام أعلنوا رجعنا. قعدت تعلمني البحر وارجع المهنة النجارة. أخذت فيه بعض سامان حق جدي الله يرحمه المواد اليدوية كلها كانت طبعا، ومشيت المشوار الباقي. وكانت تقضيك يعني ممكن كانت يعني أصبحت هذه المهنة مهنة يعني توفي احتياجات بيتك؟ الحمد لله على القليل الكثير، الحمد لله. الحمد لله. طبعا أكيد زوجتك تعبت معك. أكيد نعم. خلال مشوارك كم 17 سنة؟ 17 سنة. 17 سنة، وطالما أنه الوظيفة تحتاج يعني في كل يوم كذا دخل يعني من النجارة؟ يعني مش انه واصل، شو بعد ما لقناش عافيه بعد الوحده اليمنيه صراحه والله. كانت اول شغل واصل النجاره يعني، كثره الورش كثره ده، بس الحمد لله يعني اذا طلع لقمه عيش يومي نعم الله. الحمد لله. زوجتك ما تشتغل؟ زوجتي ما تشتغل، بان درست بكليه. درست خريجه جامعه؟ درست يعني 3 سنين، بعدين ما تزوجت خرجت ما خلقتش. انت ما خليتهاش تكمل؟ تعبه علي مريضه، هي تعبانة. ايش عندها؟ عندها مرض الجبل الحمراء علي، مرض ما له علاج. الحمد لله. الحمد لله، الله يشفيها ويعافيها ان شاء الله. الله. طيب طبعا انت لقيت البرنامج وقفات انسانيه وطلبت الدعم من البرنامج، وطلبت انه قلت انه معك اجهزه او تستخدمها في عمليه النجاره، لكن الاجهزه هذه قليله ومش قادر انك في اشياء مش قادر انك تشتغل فيها بسبب انه مش متوفره معك الاجهزه كامله. ايوه اشتريت انا على قد حالي، كانت مكاين صيني ما شحقعت، تقيس فتره وتحرق عليها. يعني في احيانا يجي لي اعمال بس ما اقدرش امسك الشغل لانه ماشي معي الامكان اللي امسك الاعمال الكبيره. تروح يعني تروح منك اشغال، تروح منك طلبيات بسبب انه عدم وجود الاجهزه يعني. نعم، في طلب يكون كبير ما اقدرش، في اجهزه ناقصه عليها. ايش ممكن انت تشتغل يعني بالاجهزه الحديثه اللي معك، يعني بالاجهزه اللي معك ايش ممكن تشتغل، وايش ممكن تشتغل في حاله انه توفرت لك اجهزه اخرى؟ نحن نجارين فنيين، النجاره طبعا تختلف، ممكن نشتغل غرف نوم، نشتغل معارض، كنت اشتغل معارض في الاسواق محلات، وفي مرافق حكوميه كان دائما يستدعون اشتغل لهم زي الماليه والبنك المركزي، بالذات قدرة الايام. ممكن تجيب الأجهزة لما بتشتغل مثلا لمرفق حكومي واحتاج إلى يعني توفر آلات مختلفة يعني؟ أروح أجر إيجار. إيجار تأخذ أجهزة إيجار؟ إيجار أيوة، أشيل اللي إيجار وطلب الله، لأنه ما فيش خراج في إيجار محسوبة عليك، بس الحمد لله اللي يجي الحمد لله ولا الجلسة يعني. إيش اللي بتحتاجه؟ إيش اللي ناقصك؟ يعني زي ما محتاج ماكينة اللي راحت على الصيني، محتاج الماكينة وبالذات والزجزاج والدريل. الماكينة خاصة بإيش؟ تقطيع يعني الخشب؟ تقطيع، تفصيل الخشب. أيوة تقطيع. نعم، والزقزاق لفرق التشكيلات حق الخشب، ينحت يعني عملية نحت، يتحرك معي دوريا يعني. والدريل والباقي طبعا في أشياء كثيرة ناقصة. طيب ممكن ترويني الأجهزة الموجودة معك الآن في البيت؟ هذه الأجهزة اللي معك في البيت؟ هذه الحاجات اليدوية. أيوة. وأي شو تاني أروح أجر إيجار. انت خلال دي السنوات كلها وانت تستخدم هذه الاشياء وتأجر من خارج من يعني من الخارج تأجر؟ ايوه. يا كيف ياخذ منك ايجار كثير يعني؟ يعني محسوب الماكينه الاجهزه، محسوب الماكينه. انا لو اخذت الصباح لما قريب 5 عصر محسوب علي 1000 ريال، بس اي عطل اي حاجه انا اتحمل. انت تتحمل؟ الحمد لله، الله ساتر معي. الحمد لله. طيب الان معك هذا المنشار ودي الأجهزة، هذا قلت لي مش حقك دريل، هذا حق واحد استعمله مؤقت،
واحد تستخدمه. أيوة. تمام. وهذه الأجهزة اللي تستخدمها أنت في يدوية نجارة. أيوة. وفي أشياء بالسقف برضو نجارة سامان، كل يدوية بس. أنت تحتاج المكاين، يعني المكاين مش متوفرة معك. المكاين مش متوفرة معك. طيب طيب إيش رأيك الآن نخرج نروح نشتري لك الأشياء، نشتري لك الأشياء اللي ناقصة يعني. تمام نشوفه إن شاء الله. تمام. يونس بتجي معانا؟ أوه. تعرف تختار البابا؟ أوه. ونتكلم بالطريق؟ أوه. يا عمري أنت. مشاهدين الكرام طبعا خرجنا من بيت فواز ورايحين إلى محلات خاصة تبيع لتبيع يعني أشياء الخاصة بأدوات النجارة وأجهزة النجارة. الآن نحن في القطيع، هذه هي القطيع، يا سلام جميلة جدا. هذه مقبرة القطيع في كريتر، صراحة القطيع جميلة يعني. مشاهدينا طبعا هنا في كريتر وفي القطيع تحديدا، هذه المنطقة شهدت قتال كبير في فترة الحرب. فواز كلمني، يعني في القطيع هنا كانت في قتال وكان في شباب صراحة خرجوا كثر يعني من القطيع ويعني استبصروا في الدفاع عن عدن، رغم انه في كل مكان في عدن بس القطيع هنا لها خصوصية يعني. الحمد لله لانهم هم اول ما دخلوا احتلوا هذا الجبل والرئاسة والبنك المركزي، حاولوا يدخلوا كريتر طبعا عبر القطيع، والحمد لله بفضل شباب القطيع ورجال القطيع وشهداء القطيع صمدنا 58 يوم يعني، ولا ذخائر ولا اكل ولا شرب، كنا ناكل وجبه واحده. طبعا اسرنا كلنا نزحت، بقى ثلاث عائلات اربع عائلات اللي كانت تدخل لبنى المقاومه، ما وش من نسبه القطيع اللي قاتلت برضه، من كل مكان قاتلوا معانا صراحه، بس اكثر ناس متضرره كانت حان القطيع، بيتنا راحت وتضررت، ورقه الطيران ما كانت تقصف، كان كلنا احنا متضررين. وكثر وشهدائنا في هذه العمائر في هذه السكنية. العمائر انتقلت لي من أكثر شهداء يعني. هذا إلى الشهيد محمد أحمد مصابين، وإلى الشهيد إيليا. هنا إيليا، الشهيد إيليا بيته هنا. الله يرحمه. أيوة. وراي الدور الثاني، وراي الشهيد سهيل، والشهيد عمر. عمر وسهيل أول شهداء سقطوا في عند المحكمة. إيليا آخر واحد ما وافي الله يرحمه، كان معي في القتال اللي قتلوا في آخر لحظة اللي مر السلمهم وقتلوا في هذا المكان. الله يرحمهم إن شاء الله إلى الجنة بإذن الله تعالى، إن شاء الله يكونوا في الجنة. الله. تشتغل دائما هنا؟ أيوة. بيتك يعني؟ بيتي الحمد لله يعني، جيراني حد دائمني كلهم يحبوا لي الخير الحمد لله، إن شاء الله دائما يعني. إن شاء الله. المكان حلو كبير واسع وجوه جميل. نعم. في الكهرباء نزلوش هنا، حلو جميل والله، حلو ما شاء الله. فرصة صراحة، فرصة انت عرفت على القطيع يعني والجو الجميل اللي هنا في القطيع. طيب الآن نتحرك ونمشي، واصل ان شاء الله رح ناخد الأشياء. مشاهدينا طبعا نحن الآن في أسواق كريتر نبحث عن الأشياء اللي بيحتاجها الأخ فواز اللي عمله في النجارة. طبعا هو ناقص له أشياء، هو قال بيشتغل من داخل، هو يشتغل يعني أمام بيته وله سنين في مجال النجارة، لكن تنقصه يعني معدات وأجهزة. حابب أنه برنامج وقفات إنسانية يشتريها له بحيث أنه يقدر يعني بيشتغل أكثر، ويقدر أنه بدل ما يروح يأخذ من إيجار من محلات هذه الأجهزة هو أولى فيها، وتصبح الأجهزة خاصة فيه والمكاين خاصة فيه ويشتغل فيها وتكون مصدر دخل له ولأولاده. طيب الآن احنا وصلنا طبعا هنا في السوق، بس حبيت أتكلم معك شوية يا فواز. طبعا برنامج وقفات إنسانية يتيح فرص عمل للشباب، للناس ولأي رب أسرة
أو مثلا قد تكون امرأة ما فيش معها زوج أو من يعولها، يعني هي حابة تكون يعني تتحمل، هي تتحمل المسؤولية وتعول أسرتها، يعني سواء كان أطفالها أو غيرهم. البرنامج هو بيتيح فرص عمل، يشجع الناس على العمل. أنت كيف شايف الآن الأسواق في عدن لما تنزل يعني الأسواق، شوف أنه التسول زاد أو لا؟ نعم التسول زاد، قدر جلسة الشباب ولا وظائف ولا عمل، اضطروا يتسولوا ونص راحوا لاتجاه الأشياء دي الحبوب والعشيش، جلستهم الفضاء يعني ما كانش في عمل اللي شغل الواحد. وتلاحظ بعد الحرب مش زادت ظاهرة، يعني بعد الحرب زادت ظاهرة التسول في عدن؟ نقول مثلا الوجود عدم توفر الرواتب بشكل منتظم، يعني الناس بتستلمش رواتبها بالأشهر، من 5 من 6 أشهر، قد يكون هذا السبب؟ هذا طبعا أول رئيسي من الأسباب. كمان في أسباب أخرى، يعني تشوف معي أنه بعد الحرب تقفلت كثير من الشركات، المصانع تقفلت، يعني اللي كانت في شركات خاصة كانت في عدن لقيت أنها تقفل، يعني محل مشاريعها، محلاتها تقفلت، شركات تقفلت كثيرة، مصانع كانت موجودة تقفلت بعد الحرب، الناس كانت متخوفة ولا زال الوضع، وكانوا يقولوا الوضع الأمني مش مستتب في عدن، الناس اضطرت تقفل محلاتها وهاجرت يعني من عدن. أصبح في يعني اللي كانوا يشتغلوا أصبحوا بلا عمل الآن. بعد ما قفلوا بعض الشركات وبعض المحلات حتى بعض المعارض الكبيرة، يعني العمال اللي كانوا يطلبوا الله فيهم أصبحوا جالسين، مش مصدر رزق، فين يروحوا؟ بعضهم راحوا يتسولوا، بعضهم اللي عدو رحم الله جلس ما راح للطريق الغلط. طيب حلو، يعني الآن احنا نشوف انه التسول في عدن انتشر بشكل كبير، السبب انه الرواتب مقطوعة على الناس بشكل يعني لفترة طويلة، أشهر الناس ما تستلم رواتبها، إضافة لأنه الشركات كثيرة أغلقت أبوابها أمام العمال الذين كانوا يعملون فيها والموظفين الذين كانوا يعملون في هذه الشركات، مصانع غلقت، يعني الناس تخوفت، أصحاب هذه الأملاك تخوفوا من الوضع الأمني، الوضع الاقتصادي أصبح يعني متدهور، ارتفاع سعر الدولار، يعني عوامل كثيرة أدت إلى هؤلاء أنهم يقفلوا يعني محلاتهم وشركاتهم مصانعهم، هذا أدى إلى أنه ينعكس سلبا يعني على الوضع المواطن في عدن، يعني كثير من المواطنين أصبحوا الآن بلا عمل بسبب هذه الشركات التي كانوا يشتغلوا فيها والتي قفلت أبوابها أمامهم. فوق ده كله يعني ما فيش مبرر تخلي الإنسان أنه يمد يده، يعني ممكن الإنسان يشتغل يفوز، صح ولا لا؟ طبعاً يعني قلنا مثلا مبرر أنه خلاص ما فيش رواتب وكذا، ممكن الإنسان يعني يلقى للتسول، أو مثلا قد يكون في يعني ممكن يشغل عقله، ممكن يعني يحاول أنه يخلق لنفسه فرصة عمل أخرى. طبعاً في عدة مكان، يعني ممكن يروح يحمم، ممكن يروح يطلب الله في البحر، في أشياء، وفي ناس ما تقدر تتحمل، يعني في ناس مش قادرة، مثلا النساء قد تكون ما عنده مهنة ولا عنده نفس انه يتحمل، يتفرق على جهاله ويتجوع، اضطر مسكين يفرق يتسول. في ناس معدورين، يعني مش لاقين فرص العمل، وفي ناس مثلا الظروف الصحية، رغم انه قد يكون انت ظرفك الصحي ما بيخليكش تمشي من تتسول من شارع لشارع في حرارة الشمس، ممكن تشتغل يعني اذا توفر لك، يعني اذا ما توفرش ممكن، لكن نحن نحاول الان عبر برنامج وقفات انسانية نعطي فرصة للناس اللي تحاول، اللي تريد تعمل، اللي تريد تشتغل، اللي تشوف انه الانسان لابد انه يشتغل على انه يتسول مهما كانت ظروفه. والله اشكر هذه القناه وهذا البرنامج بصراحه، وشكرك جدا زايد لاني استجبتي لاول رسالتي بدون اي لعبه، استضفتينا على طول. طبعا اكيد انت لقيت البرنامج وقفات انسانيه فواز، وحكيت لنا ظروفك وكنت صادق معنا، ونحن نحب الناس اللي تكون صادقه والناس اللي تحب تشتغل والناس اللي نشجع الناس اللي تشتغل. ايضا برنامج وقفات انسانيه فواز مع يعني لا يوفر فرصه عمل فقط، وانما يشجع الناس اللي بتشتغل، يعني مثلا رجال مرور يشتغلوا في ظرف استثنائي، حراره الشمس كبيره في عدن، يعني عمال النظافه، يعني هؤلاء نحاول نشجعهم، لانه الان اصبح الوضع صعب في عدن، سواء كان على مستوى الكهرباء وغيره من الخدمات، لهذا نحاول نشجع الناس اللي تشتغل. أشكر شركة إلما العقارية على هذا عن الموضوع اللي وقوف أمام الإنسان اللي بدون عمل واللي منقص أشياء يساعد إنه، يعني جزاهم الله ألف خير إنه واقفين معنا. طيب تشعر إنه إذا توفر لك أنت هذه الأجهزة وبتشعر إنه في تغيير في حياتك، بتشعر إنه في تغيير في عملك؟ طبعا ان شاء الله اكيد في تغيير، والباقي بيد الله، مش اي حاجه، كله الله. يعني انت ما بتحتاجش انك تاخذ اجهزه بالايجار من الخارج؟
طبعا في بعض حاجات ممكن انا استاجرها، بس مع طلبة الله مع السامان اللي قدموا لي اياه يمكن اكون زاد ناقص واشتري الحاجات اللي ناقصه عليها. يعني بدل ما كنت انت تروح تشتري، بدل ما كنت تروح تدفعها يعني ايجار، بتاخذ بتجمع الفلوس وبتروح تشتري الاجهزه اللي بعد كده ناقصاك يعني؟ ناقصه اكيد طبعا. طيب الان احنا الان في محل نحن من برنامج وقفات إنسانية، أتينا معنا الأخ فواز، هو حابب يأخذ منك أشياء، هو قال زبونك يعني زبون قديمة، زبون قديم يعني دليل على أنه شاهد معنا أنه يشتغل بالنجارة. طيب الآن بنأخذ منك الأشياء اللي هو بيحتاجها في عمله. طبعا برنامج إنساني بيشجع الناس على العمل، يوفر للناس اللي حابة تشتغل فرص للعمل، فنتمنى تتابع البرنامج. رأيك بالبرنامج؟ تمام البرنامج حلو. طيب انت بتساعد كمان الشاب، بتساعد فواز بحيث انك بتخفض السعر بحيث انه يقدر ياخذ اكثر اشياء ان شاء الله قدر المستطاع ان شاء الله. شكرا لك. فواز ايش اللي بتحتاجه؟ ماكينه اسمها الماكيته المقص والزجزاج ودريل. معك الاجهزه دي؟ لا الماكيته لا، مش الماكيته ما فيش، لا انت قادر انه ممكن نوفر لك زيه هذه. انت زكزاك بنشار زكزاك بس بجيب ربع عنك. بتجيب نفس النوعيه دي؟ ها هذه نوعيه ثانيه. تمام ايوه. ايش كمان؟ بس مشاهدينا الكرام طبعا اخذنا للاخ فواز كل ما يحتاجه لشغله في النجاره. اخذت الاشياء يا فواز؟ الماكينه الصحن الطاوله والزجزاج والدريل والجرانت الجلف. طيب انت الان مرتاح؟ تشعر انك مرتاح الان؟ الحمد لله طبعا توفر لي حاجه عملي ان شاء الله، وبايع الله اطلب الله على بعد اولادي بيتي ان شاء الله. أشكر شركة علم العقارات اللي قامت بدعمي هذا وتوقف مع كل إنسان محتاج. أنت الآن مرتاح وتشعر أنه بيكون في فارق إن شاء الله بحياتك؟ طبعاً أكيد في فارق. كيف؟ يعني توفر لي سامان عمل بدل تشتغل من ذاك المكان الحلم برود إن شاء الله وتطفي الكهرباء تنزل؟ أكيد إن شاء الله. إن شاء الله. طبعاً نحن بنشكرك ونتمنى لك كل التوفيق وكل الخير في يعني في عملك بالنجارة، وإن شاء الله أي عمل نحتاج وجود نجار في برنامج وقفات إنسانية بنجي عندك. أشكرك صراحة ما قصرتي معي من أول ما فكيت التليفون قلتي كلامي، وأشكر الإعلان وأخ عرفان ما قصر صراحة. صور معنا صح؟ صور معنا عرفان وقررناه مكان مكان شارع صراحة. كمان بنشكر عرفان المبدع المصور معنا. طبعا نحن بنشكرك ونتمنى لك كل التوفيق، وتعالي حلو كلمة أخيرة بس تقول لنا. إيش بتقول لنا؟ خلاص نحن الآن مودعينك. إيش بتقول؟ نحن الآن بنودعك بنروح في الكاميرا. أنت مرتاح بابا؟ إيش اشترى الآن؟ اشترى بكينة. أيوه عشان إيش؟ عشان النجارة. أنت مرتاح إنه بابا اشترى؟ أوه والله؟ والله. وإيش تقول لبابا؟ مبروك؟
مبروك يا فواز. يا فواز. يقول لك فواز. كل عيالي يقول يا فواز. باب الديمقراطية يعني. يقول لي يا با. إنه تولع فيهم زايد كثير وأنا أقول يا فواز. ربنا يحفظهم لك إن شاء الله، أكيد أصدقاء أنت وهم. أيوة أكيد طبعا. مشاهدينا الكرام، اشترينا للأخ فواز وهو أحد المقاومين في عدن والذين خرجوا للدفاع عن عدن، اشترينا له كل ما يحتاجه لعمله في النجارة. طبعا نتمنى له كل التوفيق، ونتمنى لكل شاب ولكل رب أسرة أو لكل إنسان يحب أنه يشتغل ويحب أنه يكسب لقمة عيشه بعرق جبينه ويحب أنه يكسب لقمة حلال ويحب أنه يكون يعني متحمل مسؤولية عن جدارة ويحب يشتغل، نتمنى له كل التوفيق. وطبعا برنامج وقفات إنسانية يعني بابه مفتوح لكل إنسان يريد العمل بحق يعني وبجد. أعزائي، أنا أودعكم في نهاية هذه الوقفة الإنسانية وألقاكم بمشيئة الله تعالى في وقفات إنسانية جديدة من برنامج وقفات إنسانية. إلى اللقاء.